أولا مبروك على التخرج، ويعني أحسنتم في دراستكم، ويمكن كان معايا اتصال من خريج أيضا قبليكي وضح لي قد إيه كم الدراسة اللي أنتم بتدرستوها، تعبتوا وسهرتوا نجحتوا اتخرجتوا. موضوع التكليف إيه مشكلته من وجهة نظر؟ بصي حضرتك، احنا درسنا طبعا مواد قانون ومواد الكتروني وحاسب آلي وكل، وطبعا احنا بنقول ان طبعا المستقبل هيكون الشغل على الكمبيوترات والتحول الرقمي وكلام من ده. فاحنا طبعا داخلين اخترنا الدراسة بتاعتنا ودخلنا المعهد بحيث انها تكون سنتين، وطبعا اول ما اعلنوا عن المعهد قالوا في تكليف وفي وظيفة على طول وشغل مضمون يعني بمعنى صح. فاحنا كطلاب يعني حبينا نستغل الفرصة، وكنا في معانا في المعهد كنا جايبين مجموع كبير يأهلنا ان احنا ندخل كليات تانية، واخترنا ان احنا ندخل المعهد بحيث ان احنا نشتغل بعده. فالمفروض ان احنا كان خلصنا الدراسة بتاعتنا وكان عندنا المفروض تدريب السنة اللي فاتت، المفروض ان هما كانوا مقسمين لنا ثلاثة ترم دراسة في الجامعة هناك، والترم هيكون تدريب. طيب طبعا مفيش حد مننا نزل تدريب، وطبعا في بنات وفي طبعا شباب اتدربوا، بس طبعا اللي اتدرب مع محامي وفي اتدربوا في المحاكم، يعني طبعا انت حضرتك اللي هو في تدريب معرفة فردي. فتدرب. نعم. وفي في صحابنا واخدين شهادة خبرة، طبعا الجامعة ما لهاش علاقة بالموضوع ده عشان بس ما نقولش حاجة، الجامعة ما تعرفش ان هم ان ما ادتهمش قرار ان هم يتدربوا. ايوه، ما هو ده هما بالظبط اللي نزلوا التدريب. هسألك عليه، يعني هل يلزم لأن يأتي التكليف أن يكون الخريج تم تدريبه في جهة حكومية مثلا؟ دي عايز أسألك عليها لأنها قد تكون هي العائق دلوقتي، أنتوا لسه لم تتدربوا بعد، فممكن تكون هي دي المشكلة بينكم وبين التكليف، فهميني أكتر من فضلك. هو حضرتك هما المفروض ان هما ينزلوا لنا تدريب، احنا اصلا المفروض ان احنا في دراستنا متقسمه اربعه ترم، المفروض ان السنتين فيهم اربعه، نعم. فاربع فصول، في ثلاثه اخذناهم المفروض دراسه، وفي المفروض فصل فيهم ان احنا هناخده تدريب، ننزل المحاكم نتعرف على نظام الشغل ازاي ونشوف الورق على الواقع بتاعنا، بحيث ان احنا ما نكونش بس منكفتين في الدراسه الكتاب وان احنا نمتحن الكلام ده. فحضرتك احنا المفروض ان احنا كنا السنه اللي فاتت كانوا قايلين لنا في تدريب، وكنا مستنطرين طول حرفيا طول السنه كده مستنيين ان هم يقولوا لنا ميعاد التدريب بتاعنا ان احنا ننزل نتدرب، مفيش كلام اي حاجه وصلت لنا من الموضوع ده. فبالنسبه ان احنا كلنا اتخرجنا دلوقتي ودلوقتي في طبعا في الشباب قدموا وجيش، وكنا طبعا مستنيين كلنا ان احنا نتدرب علشان وقت ما ينزل لنا تكليف يكون معانا شهاده الخبره بتاعت التدريب. نعم. ففي بنات نزلت اتدربت في المحاكم ونزلوا، كان معانا في واحده كانت قايله ان هي معاها اثبات قيد من السنه اللي فاتت نزلت اتدربت بيه. طيب اسمحي لي، هل ده متاح؟ يعني ده مسموح ان انتوا يعني يكون في تدريب انتوا اللي توفروه او انتوا اللي تختاروه، ولا لازم يكون تابع للمعهد بتاعكم؟ هو حضرتك على حسب، هو المعهد المفروض ان المعهد يكون هو اللي عامل لنا التدريب، المفروض ان الجامعه الازهر هي تكون منزل لنا التدريب ده ان احنا ننزل نتدرب. نعم، لكن لم يحدث. لان ايوه ما حصلش الكلام ده. طيب فانا ايه بقى، انا عن ايه نفسي السبب؟ انا ده بقى يعني ده مربط الفرس، ايه السبب اللي خلى ان مفيش تدريب او تواصل معاكم للتدريب؟ هل مثلا تم ترحيله لعام قادم؟ لان كان معايا مكالمه قبل حضرتك بيقول السنه الجايه هي اللي هيكون فيها التدريب. لا هو مفيش كلام ده، هو في بروتوكول نازل على النت، احنا لحد الان مش متاكدين ان البروتوكول ده صحيح ولا مش صحيح. وفي نازل على النت ان في تدريبات هتبدا من السنه اللي جايه، بالرغم وكمان طبعا بنشكر الشيخ الازهر الشيخ احمد الطيب ان هو وافق للتكمله بتاعتنا، طبعا ما ننساهوش حضرتك ان هو وافق ان احنا نكمل التعليم، لان احنا كان مقفول بالنسبه لنا تكمله تعليم نهائي، احنا كنا هنقف عند السنتين يبقى كلنا دبلومات ومتوسط. نعم، فطبعا انا بنشكره جدا ان هو وافقنا ان احنا نكمل ونقدر يكون معانا بكالوريوس. جميل جميل. وانا عايزه برضو اقول لك ان شاء الله احنا متوسمين خير بعد هذه الحلقه، دائما يعني اعتدنا ان شيخ الازهر لا يترك ابنائه ابدا، ويمكن النهارده واحنا بنوصل صوتكم يوصل له
هذا الصوت، واحنا حنتراسل مع الصفحة الرسمية للأزهر الشريف ونرسل ليهم حلقاتكم ونرسل ليهم أصواتكم، لعل وعسى النهاردة أن يكون في تحرك عاجل، وده عهدناه الحقيقة في مشيخة الأزهر الشريف والإمام الأكبر أحمد الطيب، الحقيقة لا يتخلى أبدا عن أبنائه، ولنا نموذج في أبناء معاهد أخرى كانوا خريجين ودخلوا معانا وبعد الحلقة مباشرة كان في تحرك فوري ليهم، فطبعا أكيد لا ننسى أن نشكره على التحرك السابق، وإن شاء الله نحييه على هذا التحرك اللي احنا متعشمين أنه يكون سريعا جدا لحضراتكم. سمعناكم ولسه بنسمعكم، شكرا جزيلا ليكي. والدكتور حامد أبو طالب ده عميد كلية الشريعة والقانون الأسبق في جامعة الأزهر وعضو المجلس الأعلى للأزهر، قال إيه؟ قال في تصريحات سابقة لي إن المعهد هيؤهل الشباب للعمل في المؤسسات الحكومية، يعني ده تصريح رسمي زي الشهر العقاري زي المحاكم، واللي بتحتاج طبعا لمئة ألف لمئتين ألف موظف، يعني فكرة إن حتى مفيش وظائف أو إحنا مش محتاجين ده مش موجود في هذا السلك الحكومي الوظيفي تحديدا، بيحتاج دائما لخريجين. فالموضوع ان احنا بنشوف او بنسمع لا ده ما فيش وظائف خاليه، لا هذا السلك الوظيفي دائما بيحتاج للخريجين اللي فاهمين اللي يقدروا يتحملوا مسؤوليه هذا العمل الوظيفي. لكن حاليا مع تجربه اول دفعه من المعهد وبعد تخرجهم واللي دخل معانا بعضهم انتهت الدراسه من شهور لكن لم يتم تكليفهم الى الان، وده قلقهم الحقيقه. طبعا اي وزاره سواء كانت بقى وزاره العدل او غيرها من المؤسسات المعنيه بالتوظيف ياريت كمان تعتني بشكواهم.